والله بالنسبة للغة الإنجليزية لغة العصر هذه مفروغ منها، يعني تقريبا هي اللغة الثانية في جميع دول العالم بدون استثناء بما فيها الفرنسا. يعني أيوة الفرنساوي أنا عشت لما وقريت شوية الابتدائي ذم أنه الواحد يعجب به لما يعود في الانجلي، يعني المزايا نتاع اللغة الإنجليزية أنها أقل صعوبة في النحو والصرف في القاعة والقواعد. ما تخفكش باللي اللغة الفرنسية غير الماضي برك فيها ستة ولا سبعة، لا سهل يعني بالنسبة لوش الإنسان الشباب ولا حتى الأطفال يعني. ونشكر دولتي يعني أن دخلونا في مرحلة من المراحل دخلونا الإنجليزية، وجيت أن تري بون إليف ودرست باللغة الإنجليزية وبعدها درست باللغة الفرنسية. هذه يعني معروف في ولاية بسكرة، يعني أنا نحب اللغات، معروف في العائلة نتاعي نحب الانتهار، ومن عائلة مثقفة فيها خمسة جامعيين. حب اللغة هذا عندي في الدم أنا، يعني ربما أن هذه هي. بارك الله فيك. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.